قبل ما نختم حلقتنا رح ننتقل للجيم مع الدكتورة إيفانا اليوسف، وخاصة إنه في كتير من الأشخاص مع دخول فصل الشتاء بفضلوا يسجلوا بالنادي، فشو الفرق بين الحديد ولعب الأجهزة وشو النصائح الغذائية المرتبطة بهالموضوع؟ خلينا نتابع مع بعض. مساء الخير دكتورة نغم، مساء الخير مشاهدينا الكرام. في فكرة نحن دائما بنعرف نفكر فيها، حتى يكون عندنا جسم صحي لازم معناتها نحن نوازن بين الغذاء وبين التمارين الرياضية. مشان هيك نحن فقرتنا اليوم قررنا نحكي عن الفرق بين التمارين الرياضية بالايروبيك والتمارين الرياضية بالأجهزة، وأكيد رح نحكي عن التنشيف والأغذية التنشيف وتمارين التنشيف، وكمان رح يكون معنا الكوتش حازم لحتى يجاوبنا عن كل هالأسئلة والأجوبة اللي نحن بدنا اياها والتساؤلات الموجودة، وما رح ننسى الشق التغذوي اللي حيحكي عن الأغذية المناسبة للتمارين الرياضية بشكل الكامل، وكل التساؤلات حنجاوب عنها بعد شوي. خليكم معنا. مرحبا، صار معنا الكوتش حازم لحتى يجاوبنا عن كل الاستفسارات اللي ذكرناها قبل شوي قبل الفاصل. كيفك كوتش؟ اهلا وسهلا، شخبارك؟ اهلا وسهلا فيك كوتش. هلا بدي منك تعرف، نحن اكثريتنا بيلعبوا تمارين حديد واكثريتنا بيلعبوا تمارين ايروبيك وما بيعرفوا شو الفرق وشو فوائد هذا التمرين وفوائد هذا التمرين، فانا بدي اعرف منك اليوم شو الفرق بيناتهم. هلا في اختلاف كثير كبير بين النظامين اللي عم يشتغل عليهم الجسم. تمام. فواحد عم يكون عم يركز على العضلات الحمراء الموجوده عندنا، تمارين المقاومه اللي هي الحديد، وتمارين الايروبيك تعتمد على القلب اكثر. صحيح. على المطاوله، تنشيط الرئتين، حرق الشحوم، فهذا الفرق بيناتهم. هلا كمان بعرف انه الاشخاص اللي بدهم يلعبوا رياضه كبودي بيلدينج السعرات الحراريه تبعتهم بتكون تختلف عن الشخص اللي هو سمين او صحته منيحه وبده ينحف، فعلى الاغلب اذا انت بتوافقني بالفكره او المعلومه المفروض بين 2300 حريره او 3500 كمان بالنسبه لاشخاص البودي بيلدينج، و1500 حريره للاشخاص اللي عاملين دايت وبدهم يشدوا. هلا هي بتختلف كل شخص ووزنه، سواء كان بودي بيلدر او شخص بده ينزل نسبه الشحوم بجسمه، فهي بتختلف من شخص لثاني. فدائما احنا بدنا نزيد الوزن بدنا نرفع السعرات الحراريه. أكيد. بدنا ننزل الوزن بنخفف السعرات الحراريه اللي عم ندخلها على جسمنا كل يوم. هلا بالنسبه للبروتين، انا بعرف انه بالنسبه للمبتدئين غير للاشخاص اللي بيكونوا اصلا لهم زمان، فانه انا بعرف النسبه 0.5 اللي نحن بنعتمدها كاخصائيين تغذيه بنضربها ب 1 كيلو هذا للمبتدئ، و0.6 غرام بنضربها ب كمان قديش كيلو كم كيلو غرام هو وزنه وعلى اساسه بياخذ بروتين. هل هالشيء صحيح؟ هلا البودي بيلدر بتختلف النسبه عنده، لانه بتكون نسبه ابتنائيه وعنده هدم عالي، فنحن بين 2 و 3 جرام لكل 1 كيلو. تمام. لازم يدخل خلال 24 ساعة كنسبة وسطية. تمام. الأشخاص الثانيين على حسب بقى بيقرر الدكتور قديش بده يكون هاي شغلتنا بقى اذا سمحت. اوكي. هلا في سؤال كثير مهم، اللي انا مثلا جيت لعندك قلت لك كوتش انا مضايقتني ايدي، او كشاب انا مضايقني بطني بدي اعمل عضلات السته. تمام. هاي كلنا بنحلم فيها، او انا وراكي. طيب هو شو شلون بنقدر نحن نوازن بين اجهزه الايروبيك واجهزه الحديد، وين هن فيك تدلني مثلا هاي الحديد؟ ما فينا نفصل الايروبيك عن الحديد، هي ملاحظه صغيره، ان النظامين بيكملوا بعض، ما فينا بنلعب حديد لحال او ايروبيك لحال. طيب. لا، بده يكون النظامين تمرين ماشيين مع بعض. طيب خلينا نشوف تمرين من التمارين، تقول لي هذا حديد نعمل هيك فيه، انا يعني اعمل لي كبش سيده انا بتدرب ما بعرف. طيب. اوكي، وثاني بنعمل شيء ايروبيك. شايك نجرب تمرين صدر. اوكي، بس ما تقسي علي كوتش. شوي شوي. اوكي. نبدا مع بعض على مهل. نمسك من هون. اوكي، نعلي الكوافو. تمام، هذا بشو بفوت للصدر؟ هذا بشغل عضله الصدر. شوي شوي. نرجع على مهل. نعمل 8 عدات. في عدات لكل شخص له عدات، ولا هو اللي في مثلا شيء اسمه بداية؟ حسب برنامجه التدريبي اللي بيحط له اياه الكوتش، هو باكثر شيء بحدده. يعني انا اليوم راح اعطل. لا عمل شوي شوي. راح ادعي لك اكيد كوتش. شوي شوي. كمان مره. حسيتي وين عم يشتغل التمرين؟ هلا انا اوريدي بحالي بعرف اني انا عندي مشكله ضعف بالايدين. في الاشخاص بيجيك بيقول لك انا ما عم بقدر شيل، في بتكون فشو هالحل؟ مبدئيا نمشي مع بعض بالتدريج. تمام. باوزان خفيفه بعدات خفيفه حتى يقدر يعمل هذا التمرين ويكون متملك منه، بهم الاداء. طيب. الصح لهذا التمرين. فينا نعمل تمرين على الايروبيك؟ فينا نجرب تمرين هون. هاي تحت الهواء كنا عم نحكي عنه، انا طبعا اول مره بشوفه لهذا الجهاز. نجرب انا وياكي اذا بتحبي. يلا اوكي. اوكي، بنثبت رجلين هون. هذا شو بيفيد؟ هذا توتال بادي ورك اوت، هذا عم يحرك الجسم كامل. تمام، بيحرق.
اوكي. طيب على سيره تحريكه اللايف، في سؤال بيخطر ببالي، انه السعرات الحراريه اللي نحن بنحرقها يوميا في شيء معدل معين اما لا نحن كل شخص بيختلف، او خلص هاي السعرات الحراريه بنحرقها بالرياضه؟ هلا في ستاندر ل انا حابين بعمل صح؟ ايه تمام، بندخرج الاكتر. شو هو الستاندر؟ هلا تحديد السعرات الحراريه بحددها وزن الشخص. انا هاي كمان نفس الشيء بالنسبه لي، حتى انا بالنسبه لي الجنس بيفرق كانثى او ذكر كسعرات حراريه لازم يحرقها، العمر كبير بالعمر ولا صغير، وحتى الوضع الصحي او بنقول له نحن شيء له علاقه اسمه النشاط البدني تبعه. تمام، كمان كل شخص تختلف من شخص للثاني عدد السعرات الحراريه طمع. وبالنسبه لوزنه. وفي في سؤال دائما اللي هو الحرق، خلينا اول شيء نعمل التمرين بعدين نكمل لك. هيك اوكي، شد مع بعض لورا ونجدف لقدام. اوكي اوكي، حركه نص دائريه، هي تمرين تجديف بجنن. اوكي، هذا عم يحرك كل العضلات. لازم انا اقعد هيك تمام، بيكون الظهر دائما وضعية استقامه. حبيته هذا، ما بيوجع اسهل. أوكي. اوكي، في عدات معينه. هلا هذا يفضل يكون على الوقت، بيعتمد على نظام الايروبيك وعلى الحرق اكثر. يعني هن كوتش، هن بس هدول الجهازين اللي نحن ممكن نستخدمهم للايروبيك او للحديد؟ لا، هذاك الجهاز اللي عملناه هو جهاز حديد. حديد تمام تمام. هون لا، نظام قلبي اكثر لانه ما في عندنا هي المقاومه اللي كانت هناك. طيب نحن دائما بنحس انه بنقول معدل الحرق، هلا انا كاخصائيه تغذيه دائما بجاوب مرضاي انه نحن كاخصائيه تغذيه معدل الحرق بيفرق من شخص لشخص. تمام. طيب انا بيجيني واحد مثلا بده يلعب رياضه، شلون بتميز انه هذا الشخص حرقه سريع ولا حرقه بطيء؟ على حسب توضع الشحوم الموجوده بجسمه. تمام. وهذا ما يبين من اول فتره او من نظره. لا، بده شويه وقت، على مدى 10-15 يوم بعد النظام الغذائي والتمرين ممكن يحس بفروق بسيطه، يقدر الترينر تبعه يحدد الشيء المناسب لهذا الشخص. طيب هلا اوريدي كمان ممكن احيانا الغده تاثر على الحرق تبعه. تمام. العمر، الجنس، مرجع باكد طريقه الاكل اللي بيتناوله، الغذاء. فهذه المعلومات كلها نحن بناخذها بندرسها لهذا الشخص لياخذ الحل الانسب، لياخذ النتيجه المهمه اللي هو بيحلم فيها او بيفكر فيها. طيب في جهاز ثاني احنا لازم نجربه لنشوفه المشاهدين. بنقدر نجرب تمرين هون اذا بتحبي. هذا لشو؟ اوكي، هذا عضلات الظهر. تمام. اوكي، خفف الوزن. طيب شكرا. تفضلي. بقعد لهون هيك. تمام، لنمسك من هون ليساعدك. اوكي اوكي، نقرب شوي لقدام، نشد ظهرنا، نرفع راسنا ونسحب بالايدتين مع بعض. اوكي برافو. تمام. عم تفاجئيني دكتوره. شكرا، الله يجبر بخاطرك كوتش. هلا طيب برافو. انت كم عدي هي بتكون؟ 8؟ كمان 8 مبدئيا. طيب 4. طيب كوتش، انت بتفضل المي نشربها قبل التمرين، بعد التمرين، خلال التمرين؟ المي امتى ما كان لازم نشربها. صحيح. هلا انا نفس الشيء عشان ما يصير معنا ديهايدريشن اللي هو التجفاف. تمام. لانه ممكن التجفاف يسبب كثير مشاكل، ما بقدر اكمل التمرين. حتى المي بتتمم النظام الغذائي، عدد اللترات، حتى هي بتساعد على الحرق، على التنشيف، بوتاسيوم، كثير مهمة. تماما. هلا في، طيب في مثلا نعرف كلنا نحن انه في اشخاص بيلجأوا او الرياضيين للمشروبات الطاقه او مشروبات البروتين الرياضيين. هلا انا كاخصائيه تغذيه لا افضل تاخذ موز، تمر، قهوه قبل التمرين ليعطيك طاقه. طبعا. فانت شو رايك هلا بهذا الموضوع؟ هلا بحكم رياضي ما ضد المكملات الغذائيه، بس تكون تحت اشراف الكوتش. تمام تمام، وما يكون بيعاني من مشاكل صحيه، في مكملات ما بيناسبها القلب، مش اللي عنده مريض قلب او مريض شرايين او او او، فلازم يكون تحت اشراف كوتش. تمام، اجبار. بس ما بده، ما في داعي ليروح عند طبيب ولا في بعض الاخصائيين ممكن يكونوا، في اخصائيين ممكن يساعدوه كمان بهذا، ممكن هذا الشيء، او هو لازم دائما انا بحس في تعاون بين اخصائي التغذيه والكوتش. تمام، نكمل بعض. شكرا كثير لك كوتش، انبسطت كثير معك وعضلت. ميرسي لك. اهلا وسهلا فيك. شكرا لكم مشاهدينا، تابعتونا اليوم بحلقتنا الحلوه اللي هي مثل ما قلنا الفرق بين الاجهزه والتمارين الرياضيه. تابعونا الاسبوع الجاي بموضوع جديد، وهلا رح اترك الدكتوره نغم تكمل فقراتها الحلوه. ضلوا بخير.